بالنسبة لفريق موناكو. خروج رقم 2 فابينيو. ونزول رقم 19 اللاعب الفرنسي جبريل سيدي بي. لمسة أولى من سيدي بي. على اليمين ناحية باكايوكو. تصيغة دفاع جيد. متابعة واستلام من سيدي بي على اليمين. كلينسمان الألماني. والإيطالي بانوتشي خطيرة. محاولة مهارة موجودة من ام بي مع الكور. وكان درب في الدوري اليوناني نادي اولمبياكوس ونجح نجاح كبير حتى الان مع نادي موناكو الفرنسي. هجمة استرى 2013 وحتى الان على راس الجهاز الفني لفريق سوسيتي. تاريخ كبير وعظيم للمدرب الويلزي السيد ماركو يوس، سواء كمدرب مع تشيلسي ولعب كمان مع ايفرتون مع بلاك بيرن ولعب فتره. استلم بهجمه بسطولي ناحيه النجم فالكاو وفاول لصالح نادي موناكو. هجمه لفريق طبعا موناكو الفرنسي. تصل علي ورا على الارض ورا حتى لاعب تيليمانس. باذن الله غدا مباراه وديه امام نادي بي اس في ايندهوفن ثم مع الفرنسي يوم 29 يوليو المقبل بمشيئه الله. اما سوسيتي لقاء القادم باذن الله يلعبوا يوم 50 ليفربول في معقل ايفرتون في ملعبه ملعب جوديسون بارك. لفريق طبعا فريق موناكو مع كورة. تحضير واستلام. افتتاح الموسم الجديد للكرة الانجليزية. وراء وامكانيات كل اللاعب. هجم انطلاق عن طريق خطير لستوك مع كورة خطورة. دفاع دفاع رائع. ستوك سيتي الله على العرضية الله على العرضية واللمحة والرؤية الجيدة من النجم الفرنسي الشاب اللاعب رقم 10 ام بي بي. موناكو حتى الفرنسي الشاب كيفن اندرام وهدف الاستوك. هدف اول كان بقدم على ارض ناحيه تيليمانس اماميه. محاوله هجمه بسطولي مهاره واستلام بقدم قلب الدفاع الالماني المخضرم اللاعب فول شاي طلع كورته. تصل ثاني فريق موناكو سيطره شبه كامله على مجريات الامور لفريق موناكو. مباراه ورا الدفاع في الملعب ورا هجمة جديدة فريق موناكو. الهجمة من تيليمانس على أرض الأحد الشمال أسباب للفريقين وتجارب جيدة ناجحة للمدرب البرتغالي ليوناردو جاردين مع مدرب مع فريق موناكو والمدرب مع موناكو حكم اللقب الصفر بنهاية المباراة. وفوز كبير بأداء كبير فوز اليوم موناكو.